الذي يتحرج ومن الذي يتحرش ومن الذي يعتدي؟ والمدافع عن نفسه كأنه مهاجم وكأنه، والشرطة تدافع. منطق غريب مقلوب. عندما يتظاهر العرب بقرون يتظاهرون ضد الدولة، مصطلحات عجيبة غريبة. يتظاهر اليهود ضد سياسة الحكومة، كل مظاهر ضد سياسة الحكومة، وشتان ما بين التظاهر ضد الدولة والتظاهر ضد سياسة الحكومة. أمر مشروع تشبعه كل القوانين، سواء كانت الديمقراطية أو العالمية وحقوق المواطن. هذا هو المنطق الغريب. غير ما نفتتح به إلاوة من القرآن الكريم الشيخ علي أبو ريض. درجة ثانية أو ثالثة، لا، احنا نقول لهم انه احنا اعمق بكثير مما انت
بتفكر.